إن سياسة الحكومة الانتقالية لإعادة عمل المشاريع الكبيرة المتمثلة في الطرق والمرافق الحيوية الأخرى بدأت بالفعل. فنزول وزير البنية التحتية وفك الأزلة الدكتور إدريس صالح بشر وطاقمه الفني إلى الميدان للوقوف على ذلك لخير دليل. فمشروع رصف الطريق الذي يربط مدينة أنغورا بآتيا وحتى مدينة أم حجر والذي بدأ في العام 2013 وتوقف في العام 2015 لأسباب عديدة وقف عليه الوزير، فقد انتهت مرحلة أنغورا أنجمين بلالة ونفذته شركة المقاولون العرب. أما المساحة التي تربط أنجمين بلالة بآتيا ما زال الطريق في مرحلة بناء المجاري والردم، وهذه المساحة تعمل فيها الشركة الصينية سوجاكيك. وعند توقفه بمدينة أنبسدنا حيث استمع لشروحات فني الشركة بحضور مكتب المراقبة الوزير، وحسب ما صرح به أن العمل يسير بطريقة جيدة والحكومة ستوفي بتعهداتها لإكمال ما تبقى. ونظرا لحيوية الطريق وأهميته لتشاد بصفة عامة ولأبناء المنطقة بصفة خاصة، رافقه كبار كوارد المنطقة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عزيز محمد صالح وأمين الدولة في الإنتاج الزراعي أبكر رمضان. الزيارة اختتمت بلقاء الوزير ومسؤولي الشركة المنفذة ومكتب المراقبة. استمع الوزير وطاقمه الفني للمسائل المختلفة التي عاقت عدم إكمال المشروع، ووعدهم بأن تقوم كل الجهات بإكمال واجبها لإكمال المسافة المتبقية قبل دخول فصل الخريف، وهي المساحة قبل وبعد مدينة أنجمين بلالة والتي تقدر بكيلومترات قليلة، على أن تكتمل المساحة الباقية حتى مدينة آتيا وأم حجر مع العام 2024. هذا الطريق الذي يساوي 236 كيلومتر هو جزء من الطريق الذي يربط العاصمة أنجمين بالمدن الوسطى مرورا بمدينة أبشة في الشرق وحتى الحدود السودانية بتمويل خالص من خزينة الدولة.